من الميادين أهلا بكم وإلى العناوين. وزير الخارجية العماني في طهران لبحث التطورات في المنطقة، وظريف يقلل من شأن التهديدات الأمريكية لبلاده. صدامات بين القوى الأمنية اللبنانية ومحتجين وسط بيروت على إجراءات الحكومة التقشفية. هو محاولة لتمرير المسار الاقتصادي على حساب المسار السياسي. الحكومة الفلسطينية تقول إن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا مؤتمر المنامة، وتصف من يشارك فيه من الفلسطينيين بالعميل. عمال ميناء جنوى الإيطالي يمنعون سفينة سعودية تحمل أسلحة للحرب على اليمن من الرسو. رئيس الأركان الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات الرئاسية لتجنب الفراغ الدستوري. أهلا بكم. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور طهران، حيث التقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. بيان الخارجية الإيرانية أكد أن اللقاء بين الوزيرين تناول التطورات في المنطقة والعالم، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بينهما. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن الإرهاب الاقتصادي والاستفزازات بالإبادة لن يقضيا على إيران. وفي تغريدة على تويتر حذر ظريف المهددين من الاستمرار في تهديدهم ونصحهم باحترام بلاده، وكتب أن الإيرانيين صمدوا على مر آلاف السنين بينما ذهب المعتدون. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، لكنها لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أضاف ترامب بأنه إذا كان يتعين عليه غزو إيران فسيغزوها اقتصاديا، حيث أن للعقوبات الأمريكية تأثيرا مدمرا على اقتصاد طهران على حد تعبيره. إيران كانت مشكلة منذ سنوات عديدة إذا نظرنا إلى كل النزاعات التي سببوها، والاتفاق الذي أبرمه الرئيس أوباما كان عرضا مرعبا، لأنه يقول فعليا إنهم بعد خمس سنوات من الآن سيكون لديهم مسار مفتوح لصنع أسلحة نووية. نحن لا نحتاج إلى بلد آخر لديه ذلك، وتحديدا هم. أنا لا أريد القتال، لكن هناك حالات مثل إيران لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي. مواقف عراقية رافضة ومشككة في الكاتيوشا المشبوهة التي استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد، في مقدمها فصائل المقاومة بسانت الراف. شجبت جميع الأحزاب والتيارات والنخب والفصائل الوطنية في مقدمها فصائل المقاومة الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد. كتائب حزب الله العراق قالت إن قصف المنطقة الخضراء غير مبرر وتوقيته غير ملائم ولا يصب في المصلحة العامة. على صعيد متصل أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن من يحاول إشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق جاهل أو مدسوس، داعيا العراقيين إلى إبعاد شبح الحرب عن العراق أولا وعن كل المنطقة ثانيا، مضيفا أن الحرب إذا اشتعلت سوف تحرق الجميع. الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي قال إن الحرب المفترضة ليست من مصلحة إيران ولا أمريكا، إنما هي مصلحة إسرائيلية بامتياز. وحذر الخزعلي من عمليات خلط الأوراق لإيجاد ذرائع الحرب والإضرار بوضع العراق السياسي والأمني. من ناحيته دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المسؤولين إلى الوقوف بجدية لإبعاد البلاد عن أي حرب تدميرية. وكان الصدر قد غرد سابقا أنه لا يريد الحرب على إيران وأنه ليس مع أي طرف يزج العراق في الحرب، مضيفا أن العراق بحاجة إلى أن يرفع الشعب صوته منددا بالحرب وبزج بلاده فيها. واختتم تغريدته بالقول كفى حربا. رأى القيادي في الحركة الإسلامية في العراق حسين الأسدي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشاري الرئيس الأمريكي يريدون الحرب مع إيران. وفي اتصال مع الميادين اعتبر الأسدي أن السعودية والاستخبارات الإسرائيلية هما المستفيد الأول من استهداف السفارة الأمريكية في بغداد. كل هذه التحركات هي تريد أن تزج العراق في معركة، وأعتقد أن بداية هذا الأمر يبدأ من قضية
إضعاف الحشد الشعبي ومحاولة يعني استهداف الحشد الشعبي، لأنه المحور الذي يهدد المصالح الأمريكية في العراق، ما صرحت يعني القيادة الأمريكية قبل يومين أيضا. أعتقد أنه المستفيد الأول والأخير من هذه القضية، قضية استهداف السفارة الأمريكية، هو الجانب السعودي، وبالتأكيد المخابرات الإسرائيلية التي تحاول، التأكيد هي محاولة مناورات ربما تعملها المخابرات الأمريكية أيضا في هذا الجانب. قال عضو تحالف الفتح في البرلمان العراقي أحمد الكناني إن واشنطن تحاول خلق الذرائع لزيادة عديد قواتها في البلاد. وفي اتصال مع الميادين أكد أن الحكومة العراقية والقوى السياسية بمجملها لن تسمح باستخدام العراقي لضرب إيران. صراحة الجانب الأمريكي والإدارة تحاول خلق الأوراق وإيجاد الذرائع من أجل زيادة عديد قواتها في العراق. أعتقد هذه الضربة هي من صنيعة الأيادي الأمريكية الخبيثة في داخل العراق. طبعا اليوم كل القوى السياسية والحكومة العراقية لا تسمح أن تستخدم أراضيها لضرب الجارة إيران، أو أي حتى هو الدستور العراقي لا يسمح بهذا الموضوع. فبالتالي أعتقد اليوم هذه المحاولة فاشلة. شهدت ساحة الرياض الصلح وسط بيروت اشتباكات بين متظاهرين رافضين لتطبيق سياسة التقشف والقوى الأمنية. المتظاهرون محتجون على إمكانية تطبيق الحكومة اللبنانية إجراءات تقشفية قد تطالهم، قاموا بإحراق إطارات أمام السراي الحكومية، كما حاول بعضهم الوصول إلى السراي، ما دفع الشرطة إلى مواجهتهم باستخدام خراطيم المياه. العميد حسن عم بحكي لكم، اي انسان منهم هود الغدارين هود بلا امانه بيطال بند من بنود العسكريين المتقاعدين ايده بلا تنقص. اذا ما حيوقفوا عند حدهم خليهم يعرفوا من العبده للنعوره، هيدي الاملاك العامه البحريه لالنا نحن، بدنا نردها وغصب عنهم بدنا نردها. هذه مصالح الناس الان مهددة، لقمة عيشهم على المحك، حقوقهم ومكتسباتهم على المحك، فإما أن تعودوا إلى ضمائركم وتقفوا إلى جانب هذا الشعب وإلا فاستقيلوا. فليبدأوا من مكامن الهدر أين يوجد المال فليصححوه، وليس من جيوب الفقراء. أنتوا قاعدين عايشين على كتافنا لأننا نحن مبارح كنا مثل هول الأبطال اللي واقفين مستندين عليهم، هني هلأ حامينهم هول، نحن مبارح كنا حامينهم، هلأ جابونا بيهدلونا بالشارع. طلعوا قرارات نعفيوا حيلهم من ضرائب 2 مليار 200 مليون، وينني الأملاك البحرية، الجمعيات، تحسين ناس للجواد، ناس للجواد أهم من ناس للشعب المعطر نايم على الطرقات. وفي سلسلة بعنوان كيف ستبدو حرب لبنان الثالثة، تحاول القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن ترسم خريطة قدرات حزب الله تمهيدا لحرب كهذه، ومدى استعداد الجيش الإسرائيلي للمفاجآت التي يعدها له حزب الله في تلك الحرب. تقرير منال إسماعيل. فيما المنطقة تغلي على صفيح ساخن، وفيما يكثف الجيش الإسرائيلي من مناوراته وتدريباته في الداخل والخارج، يطرح التساؤل في إسرائيل حول مستوى الجاهزية التي وصل إليها حزب الله في تحضيراته ضد أي حرب محتملة مع إسرائيل. أولى الإجابات على التساؤلات الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله لا يزال يمثل التهديد الأكثر خطورة على إسرائيل بشهادة الخبراء فيه. لا شك في أن حزب الله لا يزال يمثل التهديد الأكثر خطورة على إسرائيل قبل كل شيء بسبب قدراته التي تحسنت في العقد الأخير على نحو مهم. تطور قدرات حزب الله على مدى السنوات السابقة ومشاركته في القتال في سوريا أكسباه خبرة عملانية وقدرة فعالة على خلق توازن رعب مع إسرائيل. نحن نواجه عدوا ليس فقط لأنه يستعد جيدا، بل لأن لديه تجربة قتالية أيضا، ولا سيما بسبب القتال في سوريا. ما نراه في الشمال هو نوع من الردع، وهذا الميزان في الوقت الحالي هو ميزان مستقر.
الخبرات والقدرات جعلت من حزب الله منظمة مبدعة تحمل تفكيرا شموليا غير جزئي برأي ضباط إسرائيليين، فخططه وأفكاره لا تقتصر على المدى القريب، وهو لا يترك مجالا للصدفة. حزب الله لم يهمل أبدا بناء القوة، ويكفي فقط مشاهدة مشروع الأنفاق. إنه منظمة إرهابية تفكر لعشرات السنوات إلى الأمام. كنت لأقدم لعناصر حزب الله جائزة نوبل على إبداعهم. هم في الواقع يضعون الجيش في معضلة ليكون بحاجة في المراحل الأولى لقوات النخبة التي لديه للعمل في الدفاع، وحينها تبقى القدرة الهجومية بشكل أساسي بيد سلاح الجو. ما يمتلكه حزب الله اليوم حوله إلى لاعب إقليمي فعال في المنطقة، وقدراته علمت العدو أن خطأ التبجح في وجهه عقوبته الموت بحسب قائدي أسطول سفن الصواريخ في سلاح البحر الإسرائيلي إيتان باز. ولذلك يجب عدم الاستخفاف بحزب الله والاستعداد جيدا لما يحضره لإسرائيل من مفاجآت في أي مواجهة مقبلة. أعلن البيت الأبيض استضافة البحرين ورشة اقتصادية دولية بمشاركة الولايات المتحدة الشهر المقبل كجزء أول مما يسمى خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف في بيان أن مؤتمر البحرين الذي يحمل شعار السلام من أجل الازدهار يسهل المناقشات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية بمشاركة قادة من الشرق الأوسط وشخصيات ورجال أعمال ووزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون. قال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني إن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الذي ستعقده الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل بهدف جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. مجدلاني وفي تصريح لرويترز أشار إلى أن أي فلسطيني يشارك في المؤتمر لن يكون إلا عميلا للأمريكيين وإسرائيل. هو محاولة لتمرير المسار الاقتصادي على حساب المسار السياسي. الفلسطينيين يريدوا إنهاء الاحتلال ولا يريدوا تحسين شروط وظروف الحياة تحت الاحتلال. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية أكد أنه لن يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأنه، مؤكدا أن السلطة ترفض مقايضة الموقف الوطني بالمال. يؤكد المجلس أنه لم يستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات ولا المخرجات ولا التوقيت ولا الشكل ولا المحتوى، ويوضح أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تشن علينا بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال. احتج عمال في ميناء جنوى الإيطالي على رسو سفينة شحن سعودية يعتقد أنها تحمل أسلحة ستستخدم في الحرب على اليمن. السفينة التي تبلغ حمولتها 50,000 طن رست في عدد من الموانئ الأوروبية، ومن المقرر أن تستقبل المزيد من الشحنات قبل توجهها إلى ميناء جدة السعودي. عمال الموانئ المحتجون حاولوا منع وصول السفينة من دون جدوى، ورفعوا لافتة كتب عليها أوقف الاتجار بالأسلحة. ومعنا من روما الكاتب والمحلل السياسي عدي رمضان. بداية أهلا بك سيد عدي، أبدأ معك بداية ربما من حيث المعلومات، ربما نحن بحاجة إلى معطيات أكثر. هذه السفينة التي تم منعها من الرسو في ميناء في إيطاليا هي نفسها السفينة التي منعت أيضا من تحميل الأسلحة في فرنسا، وما الذي تريده من الرسو في ميناء إيطالي؟ أسعد الله مساءك سيدتي الكريمة. يعني ليس من المعتقد بأن هذه السفينة تحمل الأسلحة، إنها بالتأكيد تحمل الأسلحة. هي السفينة بحر يامبو القادمة من لهافر من فرنسا، وعلى متنها بقيمة فقط من يعني الإنتاج العسكري الإيطالي ما يقارب 8 مليون يورو، تحمل أنظمة إلكترونية وتحمل 8 مدافع فرنسية الصنع متجهة إلى السعودية لمواصلة قصف الأبرياء في اليمن. وما الذي تريده من إيطاليا؟ تحميل أسلحة أم يقال بأنها تريد ربما تحميل مولدات كهربائية لاستعمال مدني بحسب المعلومات؟
سيدتي الكريمة، يعني هي ستحمل سواء هي على متنها الأسلحة المدافع القادمة من فرنسا، وتحمل أيضا إضافة إلى المولدات الكهربائية تحمل من شركة تاكفل من روما ما يقارب 8 مليون ما بين قنابل وأجهزة درون، أي الطائرات طائرات الاستطلاع الصغيرة. بكل تأكيد تحمل هذه الأسلحة. واليوم الموقف المشرف لنقابة عمال الموانئ في مدينة جنوة استقبلوها بما هو واجب أن تستقبل، وطالبوا بطردها. ولكن في الحقيقة الموقف في إيطاليا للرأي العام خجول جدا، وحتى الآن الحكومة الإيطالية تستعد لإخراجها من مدينة جنوة إلى مدينة لاستاتيا، حيث هناك مرفأ يستخدم للنقلات العسكرية. وربما هنا كنت سأسألك سيد عدي، يعني إلى أي حد يعني موقف اتحاد عمال إيطاليا هو موقف يعكس ربما الموقف الرسمي الإيطالي؟ سيدتي الموقف يعني الذي اتخذ في جنوة وهو على صعيد محلي وليس على الصعيد على الصعيد الوطني الإيطالي، هو فقط على مستوى محلي من قبل هؤلاء العمال، والذي أوجه لهم التحية بالمناسبة، هو فقط موقف قلت مخجل. أما الحكومة الإيطالية بكل تأكيد لن تستجيب لطلبات العمال، وستواصل، أنا على ثقة بأنها ستواصل تحميل هذه السفينة وإرسالها إلى السعودية. وهذه الخطوة سيد عدي ربما نسأل، هل هي سابقة قام بها العمال الإيطاليون؟ لا سيدتي، حينما وصلت إلى مسامع العمال الإيطاليين بأن هذه السفينة تحمل قنابل الموت إلى اليمن، سارعوا بكل ما أوتوا من قوة لوقف حتى لمنع وصولها إلى مرفأ جنوة. ولكن الأنباء وردت حينما طردت هذه السفينة أيضا من لهافر في فرنسا. شكرا جزيلا لك سيد عدي رمضان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من روما، شكرا لك. رد المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سري على اتهام التحالف السعودي أنصار الله باستهداف منطقة مكة بصاروخ باليستي، وقال عبر فيسبوك أن النظام السعودي يريد من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم لعدوانه الوحشي على الشعب اليمني. وكانت صحيفة عكاظ السعودية أعلنت اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا قائلة أن أنصار الله أطلقته باتجاه مكة. أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن استهداف المدنيين والمناطق المقدسة هو أمر مناف لأخلاقيات الجيش اليمني واللجان الشعبية. عبد السلام نفى أن يكون الجيش واللجان الشعبية قد استهدفا مدينة الطائف السعودية، ووصف القمة العربية الخليجية المسمى عقدها في السعودية بالفقاعة، وبأن الهدف منها هو حرف الأنظار عما يشهده اليمن من مجازر. طالب رئيس الأركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وقال إن إجراء الانتخابات يجنب البلاد الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة عمر الأزمة في البلاد. لو بد بالإشارة إلا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لما يحاول إطالة أمادي هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة والتنظيم والإشراف على الانتخابات. قايد صالح دعا الجزائريين إلى الالتفاف حول مطلب إجراء الانتخابات. فإجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من التفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب. ومعنا من العاصمة الجزائرية مراسل الميادين أسامة عبد النور. أسامة أهلا بك، ربما نسأل هل هناك من جديد أتى به كلام رئيس أركان الجيش الجزائري هذا بداية، وهل هناك من رد فعل على مضمونه؟
ردود فعل بدأت تتوالى تباعا حزب جبهة التحرير الوطني، ثمن خطاب قائد الجيش وعبر عن مسانده ودعمه التام لمطالب قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وكذلك تحدثت حركة البناء الوطني لرئيسها السيد عبد القادر بن كرينا، والذي تحدث عن الحلول السياسية التي قال بأنها تتقاطع مع رؤية الجيش الأخيرة. خطاب قايد صالح الذي يأتي ربما بعد غياب هذه المرة دام قبل بداية رمضان يعتبر خطابا وضع نوعا من الحلول التي كان يطلبها الحراك، وكذلك وضح الكثير من النقاط وهي أن لا توجد أي حل للأزمة السياسية الجزائرية سوى عن طريق صناديق الاقتراع وعن طريق الحلول الدستورية وعدم الخروج عن الدستور الوثيقة التي يعتبرها الجيش الوثيقة الأسمى والأولى في البلاد. صالح كذلك تحدث كثيرا عن الحراك الشعبي والذي قال فيه بأن هناك من يريد أن يركب هذه المسيرات ويحقق مآرب شخصية وكذلك أهدافا شخصية، وتحدث عن مطالب كذلك رفعت مؤخرا في الحراك، وقال بأنها غير معقولة بأن ترفع مطالب تطالب برحيل كل إطارات الدولة الجزائرية دفعة واحدة، وهذا غير معقول، بل أن من الذي يطالب بهذا الأمر لديه نوايا خبيثة وغير سليمة، ويهدف إلى إفراغ الدولة الجزائرية من إطارها ومن إطاراتها ووضع البلاد في نوع من الفراغ المؤسسات إن صح التعبير. تحدث كثيرا عن المسيرات التي طالب فيها هذه المرة بتعيين ممثلين وصفهم بالسابقين والنزهاء هم الذين سيتحدثون باسم الحراك الشعبي ويفتحون الحوار المنشود الذي طلبت به الطبقة السياسية وطلبت به شخصيات سياسية. وبالحديث عن الحوار رفض كذلك القايد صالح الخوض في أي حوار وشدد يعني نأي المؤسسة العسكرية عن الدخول في السياسة، بل هي عبارة عن مرافقة للحلول الدستورية والسياسية، وطالب الطبقة السياسية الجزائرية بتحمل مسؤولياتها والدخول في حوار مع كل أطياف المعارضة دون إقصاء للوصول إلى حلول سياسية دستورية على رأسها تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات والتي ستشرف على الحل الانتخابي. شكرا جزيلا لك أسامة عبد النور مراسل الميادين في الجزائر على كل هذا المعلومات. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. في السودان اتفق المجلس العسكري وقوى أعلان الحرية والتغيير على مواصلة النقاش بشأن المرحلة الانتقالية. مصادر كشفت أن تأخر الاتفاق وتمديد المفاوضات ليوم آخر سببهما الخلاف حول المجلس السيادي ونسبة التمثيل فيه. هبة الله بيطار. عادت عجلة التفاوض في السودان إلى الدوران، وعاد كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى طاولة التفاوض. الخلاف حول المجلس السيادي لا يزال حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. تركيبة المجلس ورئاسته ونسبة التمثيل فيه لا تزال جميعها محل خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، والاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه هو مواصلة النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وعقد اجتماعات تفاوضية جديدة. تسريبات الأوساط والمصادر المطلعة على مسار المفاوضات أكدت أن تمترس كل طرف بمواقفه بشأن المجلس السيادي هو ما قاد لفشل الطرفين في الوصول لاتفاق. وكشفت المصادر أن المجلس العسكري يتمسك بالأغلبية في المجلس السيادي إلى جانب منصب الرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوى الحرية والتغيير التي تتشبث بالأمر نفسه، وقدمت مقترحا يقضي بأن يتم التناوب على رئاسة المجلس السيادي مع اشتراط أن يكون للقوى الغلبة في عضويته. لا إله إلا الله. المسار التفاوضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لا يلقى ترحيبا من جميع الأطراف السياسية في السودان. الأحزاب والحركات الإسلامية وعلى رأسها تيار نصرة الشريعة تظاهرت احتجاجا على استئناف المباحثات، واعتبرت أن الاتفاق الأولي بين المجلس والقوى إقصائي ويتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية. وأكد المشاركون في التظاهرة
رفضهم الحكم العلماني. ومعنا من الخرطوم الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية الدكتور يوسف إسماعيل. أهلا بك دكتور يوسف. هل يمكن وصف الجولة الأخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالناجحة، خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار بأن قوى الحرية والتغيير وضعت جدول لهذا الأسبوع من اعتصامات وتظاهرات ودعت إلى مليونية يوم الخميس المقبل؟ أسعد الله مسائك ومساء جميع المشاهدين والمشاهدات بكل خير. أولا هذه الجولة هي استكمال الجولات السابقة التي تم بها الاتفاق على شكل الحكم بصورة كاملة وبرضاء متوافق بين المجلس العسكري وقوى الأمن السري والتغيير. وما تم في جلسة الأمس كان يتوقع أن يحسم المسألة المتعلقة بالمجلس السيادي ونسب المشاركة فيه بصورة كاملة، ولكن للأسف لم تكتمل الجلسة وإخراج هذا النبأ المتوقع. ما زالت الإشكالية قائمة إنه من هم موجودين في الاعتصام أمام القيادة حاليا مطلوب واحد ورئيسي هو انتقال السلطة للمدنيين، ويبدو تماما إنه هذا الأمر لم يستلم بصورة كاملة لدى العسكري ولم يستوعب هذه الرسالة بصورة كاملة، ولذلك تظل هذه المسألة معلقة لأنها هي النقطة الحاسمة في هذه الأمر بصورة تحدد ماذا يريد الشارع. طيب دكتور يوسف، اليوم هناك استكمال لهذه الجولة التي بدأت بالأمس، هل نتأمل خيرا منها؟ نعم، الأتوقع أنه لحد ما أن يستجيب العسكري لهذا الطلب بصورة كاملة، لكن حتى هذه اللحظة كل المعطيات تشير إلى التعطل المستمر في تأجيل إعلان هذا الموقف، والشارع ينتظر هذا الأمر، وكل الموجودين في ساحة الاعتصام وكل الشارع الثاني ينتظر إجابة واحدة، حجم وصورة الانتقال المدني من السلطة العسكرية لحكومة مدنية. وحتى هذه اللحظة هنالك إفحاصات مختلفة، ولكن الغالب عليها يعني المدينة يتفاءلون يقولون يجب أن يستجيب المجلس العسكري، وما زال المجلس العسكري يحاول أن يستنجد برؤى مختلفة من الشارع ما يعرض حاليا عندنا في الشاشة، يوضح أنه هنالك محاولات الانتفاض حول هذا المطلب بصورة أو أخرى. طيب دكتور يوسف، بما أنك أتيت على ذكر الشارع، يعني في الأونة الأخيرة بدأ بأن هناك أيضا شارع آخر خلافا لشارع قوى الحرية والتغيير تعترض على حصر الحوار والمفاوضات بين المجلس العسكري وهذه القوى، ماذا عن اعتراضات هؤلاء؟ حقيقة يعني هؤلاء معظمهم متهمون بأنهم كانوا جزء من النظام السابق، سواء كان عن طريق الحوار أو عن طريق المشاركة في حكومة إنقاذ في مرحلة من المراحل المختلفة من عمرها الذي استمر 30 عاما. لذلك إذا رفض المؤتمر الوطني نظام سابق، كل الذين التصقوا به يجب أن يرفضوا في هذه المرحلة الانتقالية، ولكن لا مانع أن يكونوا شركاء في المرحلة التي تليها اللي هي مرحلة التحول الديمقراطي المفتوح لكل الأحزاب السياسية لكي يتنافسوا وفق صندوق الانتخابات. لأنه في هذه المرحلة إذا أنت أصلا قامت ثورة ضد نظام معين وشركاء هؤلاء النظام، يجب أن لا يكون هؤلاء شركاء في عملية التغيير نفسها. هم سينتظرون حتى تأتي الفترة الانتقالية بعد 3 سنوات ليشاركوا في العملية بتاعت التحول الديمقراطي في أحزابهم السياسية بأفكارهم المختلفة، ويمارسوا حقوقهم الديمقراطية وفقا للدستور بعد أن تنتهي الفترة الانتقالية التي القصد الأساسي منها إعداد المسرح للتحول الديمقراطي، محاولة إزالة وكنس كل آثار النظام السابق حتى تصبح الدولة دولة مستقلة بصورة كاملة. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف إسماعيل الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا من الخرطوم. بدأ حزب نداء تونس بشقيه إضافة إلى الأحزاب المنشقة عنه وأحزاب مدنية أخرى مشاورة غير رسمية للتوافق على صيغة لدخول الانتخابات المقبلة بشكل موحد، لكن الخلافات العميقة بين زعماء هذه الأحزاب قد تعيق هذه المحاولات لتقريب وجهات النظر. تقرير مراد الدلنسي.
مشاورات ومفاوضات في كل الاتجاهات داخل العائلة الدستورية في تونس، أو كما يسميها البعض أحزاب النداء التاريخي، في إشارة إلى الأحزاب المنشقة عن نداء تونس. مشاورات تهدف إلى إيجاد أرضية لدخول الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة ومرشح موحد للرئاسيات. النداء بشقيه وحزب تحيا تونس ومشروع تونس يضاف إليهم حزب المبادرة. بدأت اتصالات بعضها معلن وبعضها سري. تحيا تونس اللي قاعد يتقدم بخطوات عملاقة نحو تجميع القوى الوسطية في تونس، واعتقد أنه لا مجال خلف هذاك، ما عندناش يراه اختيار آخر. مساع توحيدية تصطدم بخلافات عميقة بين مؤسسي نداء تونس، وما استقالة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي أخيرا إلا لقيادة هذه الجهود، وربما للتقدم كمرشحة رئاسية للقوى الوسطية التقدمية في ظل التجاذبات وعدم التوافق على شخصية وازنة للترشح. مديرة الديوان السابقة السيدة سلمى اللومي وهي من عائلة سياسية ندائية ثرية تعتقد أن الوقت ربما مناسب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من نداء تونس بعد أن اتفق الجميع تقريبا بشكل غير معلن على نهاية حافظ خالد السبسي وخروجه من اللعبة السياسية إطلاقا. ورغم أن خيار الوحدة والتحالف الانتخابي يبقى الخيار الأوحد للقوى الديمقراطية والندائية لتجنب هزيمة وفق أغلب المراقبين، إلا أن هاجس إعادة التجربة الفاشلة لنداء تونس عام 2014 وما رافقها من انقسامات أثر الانتخابات قد تعطل أي توافق بين هذه الأحزاب. المشاورات بين الأحزاب الندائية متواصلة وتقدمت أشواطا مهمة، وذلك من أجل التوافق على دخول الانتخابات المرتقبة بشكل موحد لتجنب التشتت وأحداث توازن في المشهد السياسي. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. لقاء سياسي جهدته العاصمة الباكستانية إسلام أباد ضم الأحزاب السياسية الكبرى وعلى رأسها حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية. الأحزاب السياسية عمدت إلى اتخاذ استراتيجية سياسية لتأسيس حملة اعتراضات شعبية كبيرة ضد الحكومة الحالية بهدف الإطاحة بها. بكر يونس. الأحزاب السياسية الباكستانية الكبرى، حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني بزعامة بلاول بوتو، عداء الأمس وحلفاء اليوم لوضع استراتيجية لمواجهة الحكومة الباكستانية بقيادة عمران خان بعد فشلها في إدارة البلاد وإغراقها في ديون ضخمة، وضع اقتصادي متدهور بحسب وصف القيادات السياسية المجتمعة. لقد اجتمعنا هنا وكبرى الأحزاب السياسية للتباحث حول الاستراتيجية الشاملة للتعامل فيما بيننا للعمل لحل مشاكل البلاد والعمل ضد الحكومة وسياساتها الخاطئة. نحن سنعمل على حل مشاكل المواطن الباكستاني الذي بات الآن محروما من الأمل، وببساطة إذا توجهنا لأي مواطن سيقول إنه لا فائدة من الحكومة الحالية ولا أمل متوقع منها. الأحزاب السياسية المعارضة تعمل على تكثيف التحركات على الأرض وبدء حملة شعبية احتجاجية ضد الحكومة، احتجاجات تسعى من خلالها الأحزاب المعارضة إلى إسقاط حكومة خان. إن الحكومة بالفعل فشلت خلال الأشهر الثمانية الأولى في إيجاد أي تخفيف أو إصلاح للمواطنين، بل على العكس من ذلك قد زادت الأمور سوءا، وهذا ما سيكون الداعم الأساسي للأحزاب المعارضة، وسنرى بعد العيد مدى تأثير ذلك على الحكومة وعلى إمكانية الإطاحة بها. تدهور اقتصادي متصاعد تشهده باكستان منذ تولي الحكومة الحالية زمام السلطة، التي تحمل الحكومات المتعاقبة وسياساتها الخاطئة مسؤولية ما وصلت إليه البلاد. في المقبل من الأيام تتوعد أحزاب المعارضة الحكومة بخطوات تعجل برحيلها، ما يفتح الباب أمام احتمالات وسيناريوهات سياسية قد تشهدها باكستان. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. أجواء وطقوس رمضانية مميزة تعيشها مدينة الحسكة السورية هذا العام بعيدا عن التفجيرات والهجمات التي لازمت المدينة أعواما خلت.
حالة الاستقرار التي تعيشها مدينة الحسكة جعلت من شهر رمضان هذا العام شهراً مختلفاً عما سبقه من أشهر رمضان خلال فترة الحرب. الأجواء والطقوس الرمضانية تميزت وظهرت بشكل واضح في الشوارع والمحال ولا سيما في فترة ما قبل الإفطار. المشبك والعوامة والمعروك بمختلف أنواعه وأشكاله أشهر حلويات شهر رمضان لدى سكان الحسكة على اختلاف مستوياتهم المعيشية ومداخلهم المادية، وتشهد إقبالا كبيرا عليها نظرا لكونها من الحلويات الشعبية. عندنا معروك بالشوكولاتة، بالقشطة، زبيب وجوز هند، تمر، يعني بأنواعه كامل. هذا خصوصي برمضان، يعني هذا خاص برمضان، العالم بيشتغلوا. وأكلة مثل ما تقول شعبية ورخيصة وبنفس الوقت متداولة على يعني تقريبا كل رمضان إلا تكون موجودة الأكلة. يعني هي أكلة تراثية، يعني تعود من زمان، يعني وكل العالم يعني يرغبوا لها بعد الإفطار. تشوف كل العالم اتجهت هلا على المشبك عشان يشترون، والقطايف كحلو يعني متداول خصوصا بالحسكة. تتنوع المشروبات في شهر رمضان في سوريا وتختلف بين محافظة وأخرى، إلا أن السوس والتوت الشامي والتمر الهندي من المشروبات الموحدة في المناطق كافة ولا سيما في مدينة الحسكة والتي أصبحت جزءا من طقوس هذا الشهر. إذا أول شيء السوس، إحنا أول مبيعاتنا السوس، وهو معروف شهر رمضان الكريم. السوس هو يعني مشروب الصائمين، السوس والتمر الهندي. السوس له فوائد عديدة. شهر رمضان السنة غير كل سنة، أكثر عبارة تتردد على ألسنة الأهالي في الحسكة منذ اليوم الأول للشهر الفضيل. السوريون في الحسكة يأملون أن تغرب شمس الحرب عن بلادهم وتشرق بعدها شمس الأمان والاستقرار على كامل جغرافية سوريا. اختتمت مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تل أبيب، وفتحت مع جراح إسرائيلية سببتها نضالات حركة المقاطعة والفنانين الدوليين المساندين للقضية الفلسطينية. نتائج المقاطعة والضغط في هذا التقرير. هزت حركة مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في تل أبيب صورة إسرائيل، وأنزلت بها خسائر فادحة سياسية ومعنوية ومالية في معركة قاسية ومتواصلة بين منظمات وجمعيات وفنانين ومثقفين وأكاديميين عالميين تقودهم حركة المقاطعة وإدارة المسابقة الإسرائيلية التي جيشت لها حكومة نتنياهو إمكانات هائلة إعلامية ودعائية ومالية، وساندها صمت وتخل عربيا. مفاجآت ظهور العلم الفلسطيني في نهائيات المسابقة روع المسؤولين عنها. فريق إسلندا ومادونا خرقا سقف التوقعات وعبر عن حضور فلسطين وقضيتها داخل أروقة المسابقة، بينما لم يتوانى الناشطون الدوليون عن التجمع خارج مقر المسابقة للاحتجاج على تبييض يدي الاحتلال المغيلة في الدم الفلسطيني. معركة حركة مقاطعة يوروفيجن في تل أبيب أثبتت أنه بالثقافة والفن والإعلام يمكن لي ذراع إسرائيل وفضحها ومنعها من تحقيق مرادها بالتلطي وراء الجانب الإنساني الفني. فقد تجولت القضية الفلسطينية في مجموعة من الاحتفالات في باريس وإيرلندا ولندن وغزة وتل أبيب ومدن أخرى، وعبر فنانون من مختلف الاتجاهات عن دعمهم وتأييدهم مقابل إدانة واستنكار للاحتلال ونظام التمييز العنصري الذي تقوده حكومة نتنياهو. خلاصة مشرفة لسلسلة من الجهود والفعاليات تولتها حركة المقاطعة تعيد الاعتبار إلى مبدأ النضال الثقافي والإعلامي ولفعاليته وإن بإمكانات متواضعة في زمن هرولة أنظمة عربية إلى الحضن الإسرائيلي. ومعنا من القدس المحتلة مديرة مركز يابوس الثقافية رانيا الياس. أهلا بك سيدة رانيا. إذن مسابقة الأغنية الأوروبية اختتمت، كيف يمكن تقييم حركة المقاطعة في معركتها هذه؟ مساء الخير. أولا أي نعم استطاعت الحفل وتمت، ولكن الحفل لم يمر بسهولة. ما نجحت حركة المقاطعة بشكل رئيسي بلغي الحفل، ولكن نجحت حركة المقاطعة والأحرار بالعالم وجميع المتضامنين بالتأثير وتوصيل رسالة واضحة أنه لا يمكن أن يكون
عمل فعاليات ثقافية ونشاطات وأن الأمور بشكلها الطبيعي وبصورة طبيعية وأن يمر الحفل بدون أن يتم الاعتراض على هذه الحفل أو محاولة لنده. ولا يمكن أن يتم أيضا التعامل بشكل طبيعي مع هذا الاحتفال ما دام هذه الدولة تحتل دولة أخرى. تم استخدام العديد من وسائل الضغط في العام وداخليا، كان هناك في اعتراضات ومظاهرات كبيرة محلية وعالمية، إن كان من أمام الحفل المتضامنين، الحملات الإلكترونية الكثيرة بما فيها قطع البث من الهاكرز وأيضا بروز صور من مذبحة صبرا وشاريلا، بالإضافة إلى حفل بغزة ضد هذا الحفل بيوروبيان غزة فيجن، حفل بديل أيضا غلوبال فيجن بمخيم عيدا ولندن ومواقع أخرى، مظاهرات بالعالم بما في بلجيكا وإسبانيا ولندن، مناشدات من فنانين بالعالم، حتى الصحف الإسرائيلية تبع الصحف الإسرائيلية كان بلاحظ التعليقات من اللي موجودة إنه حركة المشاركين والحجوزات على حفل الفيجن كانت أقل جدا بما هو متوقع، وأيضا الحجوزات الإقامة بهذه المدينة، رغم إنه كان في محاولات للحفل في البداية في القدس، ولكن أيضا حتى لو تم نقله لمكان آخر كان لازم أنه يلتقي بشكل نهائي ولكن ينظم كمان بالقدس العاصمة. سيدة رانيا، اليوم إلى أي حد النضال الثقافي هو أمر ضروري ومطلوب، خصوصا بأننا نمر في وقت حساس بالنسبة إلى القضية الفلسطينية؟ النضال الثقافي هو جزء من النضال العام، لا يمكن فصل الثقافة عن السياسة في وضع مثل وضعنا في فلسطين. نحن في نضال ثقافي منأكد أولا على مبادئ مهمة جدا بموضوع التحرر، بموضوع الحرية، بموضوع المقاطعة، بموضوع بمواضيع عديدة. فلا هناك معركة كبيرة على الهوية الوطنية الفلسطينية، على الثقافة الفلسطينية، فنضالنا ومعركتنا أيضا هي معركة ثقافي ومعركة هوية في فلسطين المحتلة. فبالتالي يجب التركيز على هذا المضمون. نحن عم نشوف دولة الاحتلال رصدت ملايين الدولارات من أجل عمل هذا الحفل وإعطاء صورة طبيعية بأنه لا يوجد هناك احتلال. فبالتالي معركة مهمة جدا، ويجب أن يكون النضال الثقافي ومعركتنا الثقافية من أولويات العمل لدينا. نعم، حضرتك مديرة مركز يبوس الثقافي وأيضا تعطينا مداخلة حول هذا المسابقة للأغنية الأوروبية، ما هي كلمتكم ربما لمن لاذ بالصمت من العرب إزاء هذا الحدث في تل أبيب؟ مؤلم جدا أنه نسمع هناك اعتراضات وتحركات العالم كله، من الأحرار بالعالم ومن الفنانين، ولكن لم نسمع أي خبر من فنان عربي يعترض أو يرسل رسالة بهذا الموضوع. لم نسمع أي اعتراضات من العالم العربي أيضا، يمكن في لبنان كان في هناك تحركات واضحة بهذا المجال. يؤلمنا نحن كفلسطينيين أن يكون في هناك مساندة من الفنانين بالعالم بينما الفنان العرب لا يوجد لهم صوت عالي ومسموع بهذا الجانب. يعني روجر ووترز وفنانين عالميين آخرين كان لهم دور كبير بموضوع الحملات اللي عم بيصير، الحملات الإلكترونية بدعم القضية الفلسطينية، بالرسائل، بموضوع المقاطعة أيضا. فبالتالي نحن هون بنناشد الفنانين إن كان على جميع الأصعدة يأخذ موقف أنه اللي يمكن فصل الفن والثقافة والسياسة. شكرا جزيلا لك سيدة رانيا الياس مديرة مركز يابوس الثقافي، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا لك. ينفرد شهر رمضان المبارك برواج مهن موسمية مؤقتة للعاطلين من العمل ترتبط بأكلات ومشروبات وحلويات شعبية مختلفة. أحمد غانم. مصادر رزق مختلفة يفتحها الشهر الكريم أمام كثير من العاطلين من العمل، مصادر وإن كانت مؤقتة إلا أنها تعد رافعة اقتصادية لكثير منهم في ظل انتشار الفقر والبطالة.
فهؤلاء الشبان ممن ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر ليعودوا مجددا لافتتاح بسطاتهم الخاصة لبيع حلويات القطائف، فرواجها وإقبال الناس عليها يعود عليهم بمقابل جيد ينعكس على وضع أسرهم التي تعاني معظمها ظروفا اقتصادية صعبة. محلنا بفر 7 أو 8 فرص عمل لثمان عاطلين عن العمل طوال أو على مدار السنة. كل مهنة موسمية، حينما تتوفر عشرات فرص العمل ربما يكون القليل من الدعم لهذه الأسر المستورة التي لا تسترها إلا الحوائط زي ما بيقولوا. وفي زوايا السوق المختلفة ينتشر الكثيرون من الباعة الجائلين، بينهم عدد من بائعي الفلافل الذين يعكفون قبل الإفطار بساعات على تجهيزه لتلبية حاجة الزبائن، ورغم المقابل البسيط الذي يجنونه إلا أنهم مضطرون لذلك أمام انعدام الخيارات. خريجين وبتكون يعني مش ملاقي شغلة ولا إشي، فبضطر يفتح له أي بسطة أي مصلحة زي الفلافل قطايف إشي يتشغل فيها، بدأ ولا يمد إيده للعالم ولا يمد إيده للناس، بيستنوها من السنة للسنة. وفي بيكونوا يعني بدل فترة الفلافل هذه في شهر رمضان بيعمل له بسطة قهوة، بيعمل له بسطة أي بسطة تانية اللي بتكون في غير شهر رمضان. عربات مختلفة لبيع الخروب والسوس ينتشر أصحابها أيضا في الشوارع والمفترقات، فضلا عن بسطات أخرى لبيع الجرجير والبقدونس، مهن مختلفة قد لا تحرك جدواها اقتصاد غزة المنهك لكن أصحابها يأملون في تبدل حالهم إلى الأفضل. أحمد غنم، غزة، الميادين. ألقى أحد البريطانيين مشروب الحليب المخفوق على زعيم حزب البريكزيت البريطاني بينما كان في طريقه إلى حملة حزبه الانتخابية في مدينة نيوكاسل. ويعد حزب بريكزيت أحد أكثر الأحزاب التي تلقى تأييدا كبيرا من قبل البريطانيين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أنه مرشح بقوة للحصول على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات الأوروبية المقبلة. شركة ألفابت تعلق تعاملاتها مع هواوي الصينية وتعرقل تنزيل نظام التشغيل أندرويد على الهواتف التي ستطرح في الأسواق. وهواوي تؤكد أنها تجهز منذ سنوات خطة طارئة لمواجهة سيناريو كهذا. أيمن فاضل. أوقفت شركة ألفابت الأمريكية المالكة لنظام جوجل التعاون في مجال الخدمات الفنية ونقل البرامج نهائيا مع هواوي، مؤكدة أن الأجهزة الحالية لن تتأثر بالقرار. وفي تغريدة على موقع تويتر أكد نظام التشغيل أندرويد أن الشركة تستجيب لقرارات الحكومة الأمريكية، وأن جوجل بلاي وتحديثات الأمان ستستمر في أجهزة هواوي الموجودة في الأسواق. ووفق جوجل ستفقد هواوي إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام أندرويد وخدماته، بما في ذلك متجر التطبيقات وتطبيق البريد الإلكتروني جيميل. هواوي كشفت عن خطة طارئة لمواجهة سيناريو كهذا عكفت على تطويره خلال السنوات القليلة الماضية، وأكدت أنها نجحت في إنتاج تكنولوجيا خاصة بها، وأنها تتابع عملية إنتاج نظام تشغيل فريد وآمن يلبي طموحات المستخدمين على مستوى العالم. ولا تحتوي أجهزة هواوي التي تسوق داخل الصين على متجر جوجل للتطبيقات، على عكس الأجهزة المصدرة، حيث تم عام 2018 تصدير أكثر من 110 ملايين جهاز هواوي إلى خارج البلاد، ما يشكل 29% من السوق العالمي. المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية أكد حق الشركات الصينية في حماية حقوقها بطرق قانونية، لافتا إلى أن الحكومة علمت بقرار ألفابت عن طريق وسائل الإعلام. وكانت واشنطن قد حثت على عدم استخدام تكنولوجيا هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس من الاتصالات بذريعة مخاوف تتعلق بالتجسس، مخاوف أكدت بكين مرارا أنها غير مثبتة ولا دليل على صحتها، وتندرج في إطار حرب تجارية تسعى واشنطن من خلالها إلى التأثير سلبا على الشركة التي احتلت المرتبة الثانية عالميا متفوقة على أبل الأمريكية. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية العماني في طهران لبحث التطورات في المنطقة، وظريف يقلل من شأن التهديدات الأمريكية لبلاده.
صدامات بين القوى الأمنية اللبنانية ومحتجين وسط بيروت على إجراءات الحكومة التقشفية. هو محاولة لتمرير المسار الاقتصادي على حساب المسار السياسي. الحكومة الفلسطينية تقول إن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا مؤتمر المنامة وتصف من يشارك فيه من الفلسطينيين بالعميل. عمال ميناء جنوى الإيطالي يمنعون سفينة سعودية تحمل أسلحة للحرب على اليمن من الرسو. رئيس الأركان الجزائري يشدد على إجراء الانتخابات الرئاسية لتجنب الفراغ الدستوري. للمزيد من الأخبار والتقارير على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.نت وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.